وحقوقنا وديستيك الدقال حلوس أو مانتا صدح آك كل حمري إذا مضى قرن كسومالي لان إيا ملايسيات كوان تاها إلا سعانو تسكور وستي دقال كانو لغو تلمامي كيو عسلا إيا هالكا كان دعاي دور كي بلود إيا دقال كسعودي دقال كان إيا بلامي قلن كيو هوري إيا مانتا كدي مركي ملايسيات كوير رين فريسي مدع إذا مضى قرن كا إيا ديغان كردبان سار مراغا إيا قلبيت كمقالة اللاس عانوت دقال كان إيا سعودي لا سغال سا عدود إيا إذا مضى قرن كسومالي لان قولو واوين كقارين وحينا جب كارسيين ملايسيات كوان تاها وركي قدن بيه هالكا كسو غاري وربعين دا عربسيا نيوز ايا الشيغين عيدان كاقران كواهي تبيين ملايسيات كوان تاه اي ويرك عاضي فريسي مدو دا ديغان نظر نبانسار مراغا ايا قلبيت كاللاس عانود كارحانا ميش اللو يقان حرقيقا ملايسيات كو قرشود وهاينا لباتا غارسيان عيدا مدى قران كا ايا كو حساب تاميا ان انتا بدن عيدان كاقران كو مشكول سنيهين حوسك ستيدي تمن كمي ايا قرشود ينقضي هالبعا لغولي كدي مركي عيدان كقرنك اوير رضا نكسي ورقبي دكتر دي قو دارين كوحا هو انتاه وحالا سووريين عيدان كواي ملايسيات كدي بو عليين قده اللاس عنوت كان قبتين قاديد كدقالك حالك كوكل لايك قبين سيدو كلنا وحاي كقبتين طبنان محابيس اح عيدان كقرنك ايا هوري دي بده وقت شوغي اللاس عنوت ايا دقالكي مانتك دعاي وحاي كو قبصدين انت بدل مقالة اللاس عنوت وحينا مقالة عيدان كواي دوبين موچين ايان اياق او كسوين قدها مقالة داسي ونان نصان ايا قريي اي هوري وچوغي چرين ملايشياتكو وحالا سو شيغين عيدان كقرنكو اي ملايشيات كسارين كو بي استراتيجي اح سيدا حرون تبرا سابك قوبالكا اياق قوبك لو مهيم اح ولايسك او عيدان كسارة كوحا هو انتها ايا كنتين اي وبقان امنيق قرادة دا كسوغن لاس عانود دقالك عولوس اي دعاي كدب اذا مدى قرنكا اي عاو اوهو دي قدا لاس عانود يقو اسكو بلارين اي قوبها ولي قعانتو دا كمبقان او ان ادو بدنين لنا عكلي دقالك كسو عدم مقادة لاس عانود اي حروت قوبل كسول او ام مغضا انو مرحلة عصوب قلا ايا وحا كهد لي مدحوينها سومالي لان موسبيحي عبدي وحالوش يغين اني سومالي لان مرنا برحالي كان نقنينين ان دول كيدا وكسو نادو عدو دي دين شريتان كيدا شرعيقا مانتا عاوة والمستوى دبال دقينو عيدا كيونو صدح دي عيشو دنبية دفاعية ديال بكتري ساك انت سومال لان نعب oo arin ka saddexda weekend ba aan wax kala qaadan lahayd la marin ma yeesteeytoon kamay waxay u horeen intaas oo dhimasho ah iyo intaas oo dhaawac ah inaani qabsoomin steeytoon kamay taa soo bana qaano naga taagood shaqo Soomaaliad u soo shaqay Soomaa aqoon gaab ah haysay waxaan soo gabagabeeraya dagaalka laas aanood ninkii bilaabay furihi albaab ka lagu furay dagaalka ayuu hay laakiin ma hayo furihi dagaalka lagu xiri lahaa kaas gacanta Soomaaliyeed ku jira waxa kale oo dagaalka ka hadlay gudoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan waxaanu u jeediyay baaq nabadeed waxaan Ilaahay ka baryeen maalinta 18 May ee ah qaranimada Soomaaliland taagan iyayna gudub iyo sanad walba midnimo barwaaqo iyo horumar inoo tilmaanta Ilaahay taas ugu timaada inagoo inagu gacmaha isqabtana isuur xaadan isticlaana dalkeenna si ugu wada adeegna way ku timaada ilaahayna garan siiyo ilaahay hayna garan siiyo ku celinay إذا بدأ قلبك سيدا ساكا شعن سيدا شعن قال إنه هر مري يقو مالو البدفاع كتر يقو ديال كتر هدنا أكتغين مرة إنه نوشك لأي قرن كانك قيب قال توضان لبض إلهي عسي إلهي عسي لا يعسي كان بدنا مدحويده وحان إلهي كبرين يوم يوم تدوين كان
إن أرادها إلهي نقدمي ما لان على دوري مي فلان نبض بيع دول بلد إلهي هو تيس صور ورسطي إمانتا تيال كيدو أباب الشي إلهي هقر السيو إلهي هقر وحي اللي سيهاي تدي سيدو ناي كويس تيلا منهين كويس نا منهين هو كان تجمع منهن إلى هذه الجرسي إلى هذه الجرسي بدر ماذا حويني يو مرتدى كلا عاوة هل كتشوكتا وحال تعالى إيران إيران دولتها شاركينا إلهي 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 قرسي نردنا قرسي وهو الرئيسو هو الرئيسو دولت فحمر إيو قبل ذي ذكرة نعيب كبضر كبوغ إلهي وناك هاتو هاي لتر كبر راجي انا تاكو داف انا تاكو دافو وما سنتي cuntada dibadda uga timaada saameyn weyn ayay ku leedahay caafimaadka iyo nolosha ummada Soomaalida waxaana ku baxa dhaqaale aad u tiro badan oo lagu qiyaasey boqolaal milyan oo dollar sanad walba hadaba shirkadda Robron ayaa hadda gacanta ku haysa hirgelinta dalaga ugu baaxada weyn dhamaan deegaanada Soomaalida Robron oo isticmaalaysa qalabka casriga ah ee biyaha u qaybiya dalaga beeraha ayaa waxa ay soo saaraysa qamadi iyo midhaha saliida oo ay ka iibinayso warshadaha daqiiqda iyo warshadaha saliida taasi oo khusaysa dhammaan dadka faa'iido doonka ah ee dhaqaale abuurka ku xeel dheer iyo hadii aad xiiseynayso inaad saami dhaqaale ku yeelato shirkadda Robron wixii macluumaad ee dheeraadana kala xiriir www.robron.com